السلام عليكم، كيف انتم؟ لاباس؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده دائما يا ربي. اليوم بغيت نوجد معكم بطيبطات عامرين بواحد الحشوه ديال الصدر ديال الدجاج مع شويه الخس، فرماج، ذره. المهم المقادير عندنا على الشكل التالي. عندي هنا صدر ديال الدجاج، نص صدر ديال الدجاج مقطع قطع على هذا الشكل. عندي فلفل اسود، عندي شويه البودره ديال الثوم، عندي واحد شويه ديال الزيت، واحد كاس لارب ديال الحليب، مليحه، وثلاثه ديال المكعبات ديال الفرماج. هذا باش غادي نطيب لدن ديالي صدر ديال الدجاج. عندي المقله فوق البوطه، عندي الزيت 4 كويس ديال الزيت، غنهبط لدن صدر ديال الدجاج كنسى. غندير واحد شويه ديال الفلفل الاسود، شويه فقط، شويه ديال الملح، غير شويه لان غنديروا الفرماج ثوم. اللي ما عندوش هاد البودره الثوم يدير يحك الثوم، ضريس ديال الثوم. هاد البودره كتجيب هاد الدجاج كيجي بنين. غادي نشحر، غادي نشحرو مزيان حتى يتشحر. ديروا المهم نتوما ديروا الزيت حتى يسخن، عاد ديروا الدجاج، صدموه، ديك عطيوه ديك الصدمه في الاول باش ما يطلقش معكم الماء بزاف باش دغيا يتشحر. انا دابا مزروبه، داكشي علاش درت كلشي في مره. صافي انا غادي نخلي الدجاج ديالي يتشحر ان شاء الله بحول الله، نرجع معكم منين نبغي ندير الفرماج والحليب. بعد ما تشحر اللبن ديالنا ديال الدجاج، اللبن اللبن كنضيفو ديك كاس لارب الحليب، كويس لارب، غيبدا يغلي الحليب، غادي نضيف الفرماج، هاد الحليب كيفتيه كيجي فتي داك الصدر ديال الدجاج. كيما كتعرفو الصدر ديال الدجاج هو اصلا فتي، ما قاصحش شي بحال الصدر ديال البيبي كيكون قاصح شويه. صافي غادي ندير داك المزازه ديال الجبد، صافي غنذوبهم. صافي غير ندوبهم، غير بديت عندك يولي معلك ديك لاصوص تولي معلكه، غادي نطفي البوطه. غادي نعجنو دابا العجينه ديالنا ديال البطبوط اللي غادي نعمروه بلادانت. عندي هنايا درت 500 غرام ديال الفينو الممتاز، ودرت فيها 250 غرام ديال دقيق الفورس، شويه معلقه ديال الخميره حبيبات، وشويه وش ديال الملحه. وغادي نعجن العجينه ديالي على هذا الشكل، شويه ديال المدافي. الكل كيعرف كيفاش كتعجن العجينه ديال البطبوط. صافي انا غادي نكتفي بالماء وغادي نجمعها ونعكها مزيان.
صافي انا غادي نعلقها هكا تتعلق مزيان ونطلق معكم ان شاء الله بحول الله. بعد ما علقنا العجينه ديالنا حتى كتولي على هذا الشكل كتولي معجونه مزيان كما كتشوفوا كتعلق فيها وانتم هي كتطقطق وكدير داك الفقاعات. صافي دابا غندوزو باش نشكلو الطبطاس ديالنا اللي غنطيبو في المقلة. من بعد ما شكلتهم كويرات على هذا الشكل غادي نقرصهم دابا ان شاء الله على هاد غادي نقرصهم بهذا السمك هكا كيكون شويه رقاقين باش كيتنفخوا معنا ملي كنجيو نطيبوهم. يلا انا غادي نقرصهم ونطلقاو من بعد ان شاء الله. كما كتشوفوا كيجيو رقيقين هكا ثم كتشكلوهم على حسب يعني شحال بغيتو مش كبار ولا صغار ولا مربعين ولا اللي بغيتو. من بعد ما خمروا البطاطس ديالنا كنطيبوهم. كيجيو على هذا الشكل كما كتشوفوا كيجيو منفوخين شهوه منهم كيجيو خاويين من الداخل. كنحاولوا معاهم ما ينتقهوش باش يتنفخوا. هادو ملي كيبداو يتنفخو هكا كنقلبوهم. كما كتشوفو كيجيو على هاد الشكل كيجيو خاوي من الداخل. نقلب هادو هي بلاتي صافي. انا غادي نستمر على هذا الشكل حتى نكملهم ان شاء الله ونتلاقاو معكم باش نعمروهم. دابا غادي ندوزو باش نعمرو البطاطس ديالنا من بعد ما طابت الدجاج وتعلق وبرد. غندوزو باش نعمرو البطاطس ديالنا نديرو شويه ديال الخس بعدا نديرو شويه ديال لاداد نديرو شويه ديال المايس شويه ديال الجبن ولا بغيتو مايونيز سميتو عليه لاخر كيتشوب اللي بغيتو. شفتو البطاطس ديالنا جاو كلهم خاويين من الداخل. هي كتقلبوهم قبل ما هذا قبل ما يطيبوا كتقلبوهم وهما باقيين عجينه.
علاش باغي يعمرهم؟ كندير شويه ديال الجبن موتزاريلا او اللي كان اللي كتفضلوا نتوما. صافي انا غنستمر تنعمرهم كاملين. الشكل النهائي ديالهم كيجي على هذا الشكل بعد ما عمرناهم، كيجيو روعه. وهادو بطيبطات مصوبين بدقيق كما شفتوا ديال الفينو، اقتصاديين وزوينين في نفس الوقت. اللي عجبو الفيديو ديالي دير لي لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي. وشكرا على المتابعه ودمتم في حفظ الله الى فيديو قادمه ان شاء الله. وما تنساوش ليا اللايك والدعم ديالكم كيشرفني. وشكرا لكم، شكرا لكم.